وانا عموما كنت هسالك على عدم الدفع باحمد عبد القادر من بدايه المباراه، ولكن جاءت الاجابه من مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي. هنقول الكلام تقريبا ملخص الكلام اللي قاله مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي. هو قال ان دي ثالث مباراه على التوالي بيلعبها النادي الاهلي في خلال اسبوع، فالاجهاد كان موجود عند بعض اللعيبه. ده اول حاجه قالها مستر بيتسو موسيماني، قال لعبنا قدام الهلال والاتحاد السكندري والنهارده قدام المصري في بطوله الدوري الممتاز. مستر موسيماني قال ان النهارده مباراه المصري كانت مختلفه بعض الشيء، طبعا بسبب الهدف المبكر اللي جه الشوط الاولاني، وان الفريق قاتل الشوط الثاني علشان التعويض وانه يرجع تاني للمباراه، ولكن ما كانش فيه توفيق. الحاجه الثالثه، لما اتسال عن عدم وجود احمد عبد القادر من البدايه، وده السؤال اللي كنت عايز اساله، ولكن هو قال ان احمد عبد القادر كان بيعاني من اصابه واشتكى قبل المباراه، عشان كده هو حطه كبديل يمكن الاستعانه بيه الشوط الثاني عند الحاجه، وده اللي حصل، وكان الوقت صغير جدا بالنسبه لاحمد عبد القادر لما نزل الشوط الثاني.